السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله. كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع الحجر الصحي؟ كلشي بخير. تحيه للجميع وتحيه لعائلتنا وصحابنا وخوتنا الحجه ديال المغربيه، والله ينجينا ونجيكم من هذا المرض وهذا الوباء، وربي يعفينا ويحمينا ان شاء الله يا ربي. المهم مرحبا بكم عندي في قناه شوات ليلى العميريه. كنتمنى تدخلوا ديروا ابوني وجيم وتبارطاجيو مع عائلتكم وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. اليوم غنقدم لكم واحد الطورطه بلا بيض وبلا حليب، وغادي ندير فيها الديسير ولا كريم باتيسير والليمون. المهم غنخليكم مع المقادير. المهم عندي هنا نص كاس تاع السنيده، عندي كاس تاع الماء، عندي ربع كاس ديال الزيت ما كثرتش، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخل، خل البيض، عندي هنايا سيترونه غادي نحكها وغادي نعصرها، عندي هنايا شويه ديال الملح، عندي هنا الدقيق وفانيا وخماره. هذه هي المكونات ديال الكيكه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج لا كريم باتيسير، غنحتاج السيطر ديال الحليب، غادي نحتاج درت سخطيتين الفريزات هنا، وعندي كيويه وجوج بنانات، وعندي هنا الليمون غادي نعصره. المهم غادي نخليكم مع الطريقه. دابا غادي نصبق الكيكه نخلطها ونديرها طيب عاد نسالي معاكم. غندير غندير السنيده، غندير الزيت، غادي ندير كاس ديال الماء، ندير الملحة، مهم كناخد هنا قشور حامضة، العصير ديالها، غادي ندير فانيا. بالنسبه للخميره انا غندير غير معلقه صغيره، خاصها ما تجيش منفوخه بزاف، حيت هذه عندي فيها 15 غرام، غندير غير معلقه صغيره. غادي نكمل الدقيق، والدقيق ديجا مغربلاه، غنبلتو على الدقيق هنايا باش نخدم به. غادي نخليها هكا. دابا غادي نفرغها في الطاوة. المهم عندي الماء هنا دهنتو بشوية الزيت وغندير عليه شوية الدقيق. هاهي الكيكة البنات، خرجتها من الفرن و تقبشها بالموس، وعندي هنايا السيرو غادي نسقيها بالسيرو. السيرو درت فيه نص حامضة ونص ليمونة وجوج معالق ديال السنيدة وكاس ونص ديال الماء. دو السيرو اللي كنسقي به ديما الكيكه، تقدروا تستعملوا تقشور الليمون، قشور الليمون كينسمو السيرو مزيان وكيعطيو مذاق زوين. عندي هنا نص سيطو ديال الحليب، غادي ندير فيه 3 معالق ديال لا كريم باتيسير كبار. وبالنسبه للحلاوه داكشي اللي بغيتو ناقص، غديروا المقدار ديالكم. انا غادي ندير جوج معالق ديال السنيده وغادي نطلع لا كريم باتيسير ونديروا فوق الطورطه. غادي نطلع لا كريم باتيسير والسنيده والحليب مزيان باردين، وغادي نطلعوا في الكبوطه وغادي نديروا في الكيكه ديالي باش ندير عليه الديسير. جدات عندي لا كريم باتيسير، غادي نديرها في الثلاجه تبرد بين ما عصرت الليمون وقطعت الديسير، يجمد ليا لا كريم باتيسير وعاد نصايب الكريمه ديال الليمون.
بغيت غير نقول لكم واحد المعلومه على القشوه. القشوه ما غاديش نلوحهم انا، القشوه ديال الليمون كنجمعهم، غادي نديرو غادي ندير لكم فيديو ديال القشور ديال الليمون شنو كندير بهم، بحال ديال الليمون بحال ديال السيترون بحال بحال القشور ديالهم انا ما كنلوحهمش، غادي نلوح لكم فيديو ان شاء الله كيفاش كنستعمل القشور ديال الليمون. غادي ندير الديسير دابا فوق لا كريم باتيسير، ساليت الطورطة صايبت فوقها الديسير. دابا خديت الليمون غادي ندير فيه ألزة عادية وغادي ندير معلقة ديال مايزين، وغادي ندير جوج معالق سنيدة، غادي نطلع الكريمة ديالي فوق البوطة وغادي نديرها فوق الطورطة. ها الليمون عندي هنا وجد، صافي غادي نفرغو هنايا. بسم الله صافي ساليت الطورطة ديالي، كملت المراحل كلهم، دابا غادي نديرها في الثلاجة تجمد ونوريكم النتيجة كيفاش. هادي الطورطة ديالي خبزتها دابا من الثلاجة، كيف كتشوفوا هاد الطريقة ديالي كيف جات، كتجي الكيكة من التحت كتجي رقيقة، وهذه الطبقه ديال لاكريم باتيسير، وهنا هي الليمون الديسير، وبالصحه والراحه وسمحوا لينا.